الذي لا يقيم الصلاة خلف من لا يقيم الفاتحة له حالتان. الحالة الأولى أن يكون لحنه بالفاتحة مخلا بالمعنى، يكون لحنه بالفاتحة مخلا بالمعنى، كان يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، أو يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، فلا تصح الصلاة خلفه، يجب قطعها. إذا قرأ الإمام هذه القراءة يجب قطعها، ويجب تعليم هذا الإمام، ولا لا يحل له أصلا أن يصلي بالمسلمين. هذه الصورة الأولى. الحالة الثانية ألا يكون لا يكون اللحن يكون يلحن، ولكن اللحن لا يخل بالمعنى، مثلا يقول الحمد لله رب العالمين، يقول رب العالمين الآن، يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين، أو يقول الحمد لله رب العالمين ونحو ذلك. هذا اللحن وإن كان غلطا وواضحا وفاحشا في لغة العرب، إلا أن هذا لا يغير المعنى، هذا تصح الصلاة خلفه، لكن لا يوضع إماما على المسلمين. إذا صليت خلفه صحت الصلاة، لكن لا يعين ولا يوضع هذا إماما للمسلمين، يعزل أو يتعلم، إذا لم يتعلم يعزل، وإذا وجدت غيره لا تصلي خلفه حتى يتعلم، والمفروض لا يؤم المسلمين أصلا، فالواجب عليه ألا يؤم المسلمين، ماذا لا يحسن الفاتحة ألا يؤم المسلمين.